وبالفعل إذا انطلقت الأسرة الإعلامية وكذا الفنانين الجزائريين منذ قليل خبر وفاة الممثل ياسين بن جملين بعد إصابته بجلطة دماغية أدت دخوله بمستشفى فرانس فانون بالبليدة عن عمر ناهز 56 عاما. يذكر أن الفنان أحد أعمدة التمثيل في الجزائر منذ سنوات التسعينيات، فرحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر والسلوان. مشاهدينا الأكارم، نربط الاتصال مع صديق المرحوم عبد الحميد رابية. أهلا بك معنا، أنت على المباشر من قناة النهار. شكرا، مساء النور. مساء الخير. نعم، إذا نقل الممثل المرحوم ياسين بن جملين الأمس إلى مستشفى فرنسا فانان بعد جلطة دماغية، والآن يرحل عنا الفنان كرفيق له ورفيق دربه إذا في أعمال سينمائية إذا عديدة. يعني لو تحدثنا قليلا عن الفنان كشهادة، وكيف تلقيتم خبر وفاة الفنان؟ الحقيقة تلقينا الخبر وفاة زميلنا وصديقنا الفنان ياسين بن جملين، يعني حقيقة أثر فينا جدا، لأن هذه الوفاة يعني على كل حال هي كل شيء مكتوب رب العالمين، ولكن جاءتنا يعني فجأة. ولهذا يعني حقيقة ياسين ما غابش عن العائلة نتاعو، وما غابش عن العائلة الفنية فقط، وما غابش بل غاب عن كل الشعب الجزائري، لأنه يعني فنان يعني تاع المجتمع الجزائري، يعرفوا من خلال الأفلام نتاعو، خاصة الأفلام التلفزيونية مثل الحنين ومثل الانحراف ومثل هجرة الأدمغة، يعني حقيقة خلى بصمات يعني في المجتمع الجزائري. وياسين يعني ككل فنانين جزائريين راهم يغادروا الحياة جراء الوضعية المزرية للثقافة الجزائرية، جراء يعني المشاكل يعني اللي راهم يعانيوا منها يعني الفنانين والمبدعين الجزائريين، من البطالة، من التقشف، من عدم العمل يعني من أجل الإبداع أكثر، لأن الجزائر اللي عندها أكثر من تقريبا 40 مليون نسمة يعني ما تستاهلش يعني هذا التهريج اللي رانا فيه، لهذا الرداء اللي رانا عايشين فيه. ولكن هذ الفنانين المبدعين اللي عندهم ماضي طويل وعندهم واكبوا الحياة السياسية تاع البلاد، من الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية وكل يعني القطاعات، واكبوها يعني من خلال إبداعات تحوي يعني سواء في السينما أو في التلفزيون أو في المسرح أو في الكتاب أو في الموسيقى. ولكن الآن رانا هذ الفنانين اللي راهم ممشين ومعزولين يعني نعم، حتى يعني هو العوينات راه يعاني كذلك من مرض العضال. بطبيعة الحال هذه الأمراض منين تأتي؟ هذه الأمراض من الوضعية المزرية اللي يعيشها القطاع الثقافي ككل. هذا هو، لأن الفنان الحساس العاطفي يحتاج إلى العمل، ما يحتاج إلى يحتاج الخدمة برك، هذا ما كان باش يبدع، باش يثقف، باش يربي، باش يزهي، باش يسلي يعني أفراد المجتمع الجزائري. ولهذا يعني على كل حال الموت على الجميع. طيب سيد ربيع، سيد ربيع، ربما لو بعجالة تفاصيل عن الجنازة. الجنازة على كل حال وتوفى في مستشفى فرانس فانون بالبليدة، وغدوة إن شاء الله الجنازة تاعو في مقبرة سيدي يحيى بحول الله إن شاء الله. شكرا لك سيدة رابية. نعم، شكرا لك على المداخلة.